لكن ايجابيات هذه المباراه وسلبياتها من وجهه نظرك، خاصه يعني اكتر حاجه او اكبر يعني اكتر خبر محزن بالنسبه لنا اصابه حسام عاشور في الشوط الاول؟ طبعا يعني الحمد لله، يعني يمكن مباراه جيده بالنسبه لنا، استعداد كويس لمباراه النجم. يمكن الايجابيات انك بالنسبه للدوري بتكسب، تاخد 3 نقاط، يعني بتدخل في اجواء البطوله بشكل كويس، عندك لعيبه كنت عاوز تطمن عليها على جاهزيتها، ده بالنسبه لنا شيء كويس. ولكن طبعا برضو عندنا خساره ان النهارده عاشور بيجي له اصابه في العضله الضامه، فدي حاجه طبعا بتبقى يعني صعبه علينا. عاشور من اللعيبه المهمه عندنا، ولكن بقى خلاص هي دي الكوره ومواقف ولازم نتعامل معاه، وفي النهايه مباراه وانتهت، لسه في مشوارنا في الدوري، لسه بدري، لسه في اوله، ولكن كل نقطه مهمه بالنسبه لنا، خدنا الغرض من المباراه. من بكره ان شاء الله بقى نبدا نستعد لمباراه النجم ان شاء الله. اصابه عاشور انا عارف يعني الضمه تحديدا بتبقى بتاخد وقت، لكن اصابه عاشور تحديدا ممكن في فرصه انه يلحق، ولا الاصابه يعني في جميع الاحوال لا، هناك من الصعوبه انه يلحق حتى مباراه النجم الساحلي؟ انا مش عاوز اسبق الاحداث واقول يلحق او ما يلحقش، ولكن لسه في بكره هتعمل اشاعه وتبان مدى الاصابه والفتره اللي هتاخدها، يعني نتمنى الخير لعاشور يعني ان شاء الله. اثناء تغيير عاشور شفنا فكر من الجهاز الفني، كان هيدفع في البدايه بالسوليه، بعد كده كان في لك فكر للجهاز الفني لا يدفع بنجيب ويخش رامي ربيعه في وسط الارتكاز. التفكير ده كان لمباراه النجم ولا كان حسب المباراه اللي احنا فيها النهارده؟ طبعا يمكن بعد يعني اصابه عاشور كان موجود السوليه بره، ولكن يعني في يعني طبعا كابتن حسام يعني فكره ان يعني في اسوء الظروف لو لا قدر الله سليه نزل وحصل حاجه، يعني وطبعا لسه عندنا هشام محمد لسه موقفه ما تحددش بشكل كبير، فيبقى عندنا في مشكله في الحته دي. ف يعني كابتن حسام فضل ان يبقى الدفع بنجيب ورامي يدخل في نص الملعب حفاظا برضو على يعني على سليه، ويعني ونتعامل مع الظروف يعني. طيب وليد ازارو ما احرزش النهارده، لكن بشكل عام في ايجابيات كتيره في المباراه، تحركات ازارو النهارده، تغيير طريقه اللعب، في اكتر من حاجه، لان ممكن بعد المباراه كله يقول لك برضو احرزنا 4 لكن ازارو ما احرز، فتعليق الجهاز الفني على النقطه دي. معلش يعني يمكن يعني ازارو لعيب مجتهد وبيجتهد في المباريات كلها، ويمكن النهارده ما احرزش، ولكن ساعد زمايله في اكتر من هدف، وتحركاته بتخلق فرص لزمايله، وده شيء مهم جدا في الكوره يعني. لا اكيد طبعا، يعني عندنا حسابات مختلفه، الراجل بيبذل مجهود، مش عاوزين نبخس مجهود اللي بيبذله، بيتحرك بشكل كبير، يمكن الفرص اللي بتيجي للفرقه او لزمايله من خلال برضه تحركاته وتواجده، وانه بيتحرك مع الخصم يخلق مساحات لزمايله، طبعا ده شيء مهم طبعا يعني. بعد مباراه النهارده في اجازه ولا من بكره طول تمرين ومعسكر النجم الساحلي هيبقى بدري؟ لسه بكره يعني هندخل بس نشوف الترتيبات مع كابتن حسام ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن ايوب في اللي قادم ان شاء الله. ده كان لقاءنا مع كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي.